وهلا والله يا جماعة، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. مقطع جديد وحلقة رقم 2 للعبة الجميلة بارن فايندرز، الشخص اللي يروح ياخذ أشياء ويبيعها. لايك شير سبسكرايب وانشروا المقطع في كل مكان يا حبيبي. 20,000 احنا قدها، وانتم تستطيعوا وتقدروا توصلونا الى 20,000 سبسكرايب. لوك 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 لوك، يلا زي ما انتم شايفين الان. الله اكبر، صوت مرة عالي، صوت عالي. طيب زي ما قلت لكم انا في الحلقة اللي فاتت، انا راح العب خلف الكواليس وحشوف الليلة حقت اللعبة هذه كيف ماشية. زي ما تلاحظوا هنا عندكم في الزاوية صار عندي 3,800 دولارين، 3,802 دولار عندي. قعدت اشتغل، نظفت الدنيا كلها، اشتريت ما اشتريت اشياء، رحت نقبت عن اشياء وحطيته هنا. طيب لا نقعد نقرقر، خلينا نشوف مع بعض الان. نجي نعمل اوبن، حتنفتح معانا الوركشوب تبعنا هذه، او الحراج نسميه احنا حراج. هنا الاشياء اللي انا قاعد اخذها من البيوت الثانيه اللي اقعد انقب فيها واحطها هنا، وهذه الاسعار. بيجيني زبون بعد شويه، حيرس بين زبون زي ما انتم شايفين هنا. طيب هذا الزبون نضغط عليه. طيب يبغى كفر، هذا الكفر معروض ب 38، هو اعطاني 42، فحنعمل معاه مفاوضات. هذا الخط هو خط المفاوضات، يعني لازم الان اوصل للاخضر عشان يعطيني فلوس زياده. فنقول بسم الله. اوكي زود 9 دولار، فهي محاوله واحده. فنسوي الان اف اللي هو سيل واشترى هذا الكفر. طيب حيرسبن واحد كمان بعد شويه، وحنشوف نقدر نطلع احنا اغراض نبيعها. ولكن في حاجه كمان اكتشفتها خلف الكواليس حوريكم هي بعد شويه. طيب هذه جات تبغى الجيتار، الجيتار انا عارضه ب 100 دولار، فحنشوف هي كم راح تدفع فيه. حتدفع فيه 110 دولار وعندي محاولتين نعمل معاها هاجل. 145 خدي. طيب حيرسبن واحد الان برضو ثاني. اوكي 45 زودت 11 دولار فصارت التوتال 61. شيلي يا هبله. اوه ماي جاد. اوكي الخط في الزاويه اليسار هو خط الرسب، انا برسبنه عند البضائع. صارت 110، عندي باقي محاوله. وحنروح الان للتنقيب، حنروح ننقب في احد المهمات الجديده. ف اوكي المهمه هذه المهمة إذا سويتها حتجيني 2500 دولار. أوكي دحين عندنا هذا البيت، إذا إحنا نقبنا فيه فحيجينا حصيلة تقريبا 2500 دولار. أوه ماي جاد، نيبرهود حق أغنياء، أنتي ماريز، عمتي ماريز. أوكي طيب هذول المتنمرين هنا يتنمروا علي، جالسين يقولوا ريحة عمك زي ريحة الخنزير والكلام الفاضي هذا. الله يسامحكم، يعني لازم معقول ناخذه. Do you want to start the action؟ طيب ايش هو الاكشن؟ For sale، نستاجره؟ ليش؟ اوه معقول يقوم عليه حرج؟ اي والله قام عليه حرج يا وحش. حلوين حلوين. 550 650 يا عم لا تزودوا. يلا يلا لا حد يزود. زود الكلب. 1250 يا وحش، على اونا، على دي تري، على مدري ايش حقي. عفا والله زود 1650 1850. ليش تزود يا ولد؟ 2050 خد 2300 حقي، هذا حقي انا راح اخذه، اعطيني هو. يلا ودي حوش. يا سلام يا سلام، والله مبلغ مره كبير، دافع 2300 دولار. يعني ان شاء الله يكون في اشياء تعوض لي ال 2300 دولار اللي انا خسرته. والله خساره مره كبيره، لكن ان شاء الله ما يكون في خساره، لانه حنطلع اشياء مره كثير. فالان راح نبدا نبحث في محل محل. اي حاجه الان تبغاها تاشر عليها، تروح على السياره تضغط تي على الكيبورد وحتروح. هذه الاشياء كلها لا تطلع من البضائع هذه، حنستفيد منها.
What is this? Oh. A و D. يقول لك move up. طب كيف؟ يا عيني يا عيني. اوكي. اوه سيارة. سيارة يا وحش. يا عيني. 1345 دولار. 73 دولار. خذ الا تقدر عليه خذه. لا تخلي ولا شيء. خليك زي النمل الابيض. يعني اعتبر صفقة ناجحة صح؟ ايش رايكم انتوا في الصفقة هذه؟ يعني انا لو طلعت من البيت هذا وانا ماخذ فوق ال 3000 دولار غير السيارة حتكون اقسم بالله صفقة اسطورية. هلا والله. هلا وغلا ومرحبا. حلوين. بسم الله ان شاء الله يكون في شيء. اوه 115 دولار. روح يا وحش. كمبيوتر. ماوس. الجراج هذا كيف انفك؟ والله انا في اشياء مره كثير بس كيف؟ لازم مفتاح. من فين اجيب ام المفتاح هذا؟ هو المفتاح لو حصلناه كل شيء راح يزبط خلاص. طيب خلينا نفكر مع بعض الان. لو البيت كذا معدوم فين حتخبي المفتاح عشان يجي واحد يبيع لك الاغراض كلها؟ من فين يكون المفتاح؟ هنا في الحرم بس حاطينه في مكان يعني في جدار بس ما يبين. I don't know. في لوحة غريبة ما شفت اللوحة انا هذه. اوه المفتاح ورا اللوحة. المفتاح ورا اللوحة. اوه لا كذا انا تقريبا ترى طلعت مبلغ مرة حلو. اعتبر اني طلعت مبلغ مرة حلو مع السيارة. ايش هذه؟ غسالة. روحي. تعالي يا انكل بيل يشيلها. طيب عندي هنا المرجحة هذه. ليه ما تنشال؟ يوزابل اوبجكت. في سلم فوق. طب كيف اروح؟ دقيقة. في حركة لازم نسويها عشان نطلع فوق. يا عيني يا عيني. فك الكشاف. والله في اشياء مرة كثير هنا يا جماعة. هذه الساعة اللي كان طالبها يا وحش. وكذا يكون خلصنا الجيم. يا عيني يا عيني. طيب باقي لي حاجة واحدة. يا عيني يا عيني يا عيني. دفعت 150 دولار لراعي السيارة حيجي يسحبها حيوديها على الورشة حقتي عشان اقدر ابيعها فعليا. اذا بعت مبلغ فوق ال 2000 دولار يا عيني يا حلاوة. يلا سحبها. الان راح اعرض كل الاشياء اللي اخذتها عندي في البيع عشان اقدر اعوض خسارتي وابدا اضبط المحل معاكم. اصبحنا واصبح الملك لله الواحد القهار. حاليا نروح نشوف السياره. هذه السياره موجوده هنا. طيب خلينا نشوف. طبعا خلف الكواليس اشتريت هذا الشيء اللي هو الكليننج ستيشن. اي حاجة عندي وسخة احطها هنا وانظفها وعرضها للبيع. زي ما انتم شايفين هنا المكعبات هذه والاشياء هذه معناها انه هذا الايتم او هذه الشغلة تتجمع مع حاجة ثانية ما تنباع لحالها. اغسلها من جميع الجهات عشان تتنظف مظبوط وابيع امها على طول. اوكي الان صارت نظيفة زي ما انتم شايفين وحنروح نحط امها عشان نبيعها ونشوف كم راح تجيب لنا عشان نعوض الخسارة تبعنا. اوكي كم عارضينها الان احنا؟ احنا عارضينها بس 73 دولار بس. ولا قيمة الوايت اللي قاعد انظف فيه الخزان. طيب حاليا زي ما انتم شايفين انا حطيت بعض البضائع فوق الرفوف وحنفتح الان المجال الى الحراج. اوكي هذا حرامي طيرنا. هذه تبغى البتاعة هذه ب 73 ما دفعت لنا زيادة. نبغى زيادة يا اختي. 7 دولار. اوكي شيلي يلا. اوكي زودت عليها تقريبا صارت 101. شيلي. في عندي هنا الكرتون هذا حق شلف وعندي الكرتون هذا الثاني اتوقع حق شلف. فالان احنا بعد ما نخلص حنظبط الليلة هذه كلها وحتكون اخر مهمة
في حلقة هذا اليوم. هذا يدفع فلوس مرة كثير صراحة. هذا شوف انا حاط المسدس ب 130 وهو دافع 143، فحنقول لا نبغى زيادة. دفعنا 176، خلاص شيل. يلا معليش، يلا شيل. 28 دولار زيادة، 28 دولار زيادة ثانية، اخر محاولة. اوكي صار التوتال الان انا عارضها ب 100 وهي تبغاها ب 190. يلا شيل يا شيل يا هبلة. في واحد رسبا عند السيارة، والسيارة ب 1345. لا سعر مرة مو مناسب، لكن حنشوف الان. 1800 لا سي ما ابغى، لا السعر مرة قليل. ايش رايكم ابيع البضايع كلها وارجع لكم مرة ثانية، لانه حتملوا من الانتظار، فنروح ونرجع. طيب هذا الان رسبنت عند السيارة، والسيارة 1345، راح كم تدفعي؟ 1816 شيلي. يلا ما حخليها تقعد تستنى عندي السيارة وحمل منها. هذا الوحش ايش يبغى يشتري؟ هذا الكرسي يبغى له تصليح زي ما انتم شايفين، فحناخذه على ورشة التصليح ونصلحه بعدين نروح نبيعه. يلا جايك جايك. اوكي الكرسي الان اتظبط. هذا الكرسي ب 500 دولار، 500 دولار، مبلغ مرة حلو. لو جاب لي 650 حبيع، زيادة 150 حبيع، 675 حجيب له 6000 دولار. بيع. 6000 دولار صار عندنا وخلصنا الليلة كلها. طيب قبل ما ننهي الحلقة الجميلة هذه ايش راح اسوي؟ راح ناخذ المسدس حق التطويرات هذه وحطور هنا، حشتري رف، لكن حشتري رف محترم ابو 380. يا عيني يا عيني، حلوين حلوين، احلى من رف المروي هذاك. وهنا ايش في ثاني؟ هذا رف ولا ايش؟ برضه نفسه. اوكي هذا الرفين الان الجديد اللي احنا اشتريناها، وهنا نقدر نطور. فكيف نطور هذه؟ كيف تصير؟ اوه صار احلى ورب الكعبه. معليش هنا كمان واحد ثاني. خلاص كذا خلصنا هذه الاشياء. طيب ايش حنسوي كمان؟ هذه الاشياء كلها يبغى لها تطويرات، حطورها حبه حبه عشان لا اخلص الفلوس واستفيد منها في اشياء ثانيه. خلينا نشوف قبل ما اقفل الحلقه ايش عندنا هنا اشياء مهمات ثانيه نجربها مع بعض. يلا نجربها مع بعض، حتكون اخر مهمه حقتنا. شكلها لعبه خفيفه ظريفه لطيفه. معقوله بيحرجوا على سيارات؟ ولا هذا بس كذا حفله جمعونا احنا الناس اللي نعمل تريد او اشياء زي كذا؟ ذا بيد وورز، حرب السرير. الناس تعزم وانا قاعد افشخ. اوكي الان اللي حيفوز اللي حيحصل نقاط اكثر. طب نقاط اكثر في ايش؟ الله اعلم، ماني عارف. عندي 4387. اغامر في اخر حاجه في الحلقه هذه؟ خلينا اغامر، ايش رايكم؟ خلينا اغامر. يلا بسم الله روح يا وحش. 1300 1500 1700. انا اوريك انا ولا انت. 1700 دولار واخذت الحصيلة هذه. والله في اشياء مرة كثير صراحة. دافع 1700 دولار، ان شاء الله اقدر. افا ايش هذا؟ كل امها بلوكات. ان شاء الله اكون دفعت 1700 دولار في حاجة تستاهل. والله ما في حاجة، والله ضحكوا علي يا ولد. يا كلاب انا دافع 1000 وشوية، والله حرام ورب الكعبة يا ولد. انا نروح الى بعده، ما خلاص ما في الا نروح الى بعده. يس 750 750 عندي 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 عندي. لا حد يرفع، لا حد يرفع. يا سلام يا سلام، احس نفسي اني طلي. ضحكوا علي مرة ثانية ما نعرف ليش. فلوسي كلها راحت على الفاضي. اوكي تقريبا يعني انا هنا في المحل هذا. اوكي قدرت اجيب مبلغ ال 1700 دفعتها.
أنا عارف صراحة إذا قدرت أجيبه ولا لا، لأنه ما في شيء. وبس يا جماعة، أتمنى الحلقة تكون قد نالت على إعجابكم واستحسانكم. الحلقة الجاية حتكون إن شاء الله حلقة مرة حلوة، حنحاول نكتشف فيها أشياء أكثر وأكثر وأكثر. لايك شير سبسكرايب وانشروا المقطع في كل مكان. شوفكم على خير، بيس أوت بحجم السماء.